طيب هنعرف ايه اللي حصل معاه مولانا، لكن نستأذنك وناخد معانا استاذة اسراء. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال الشيخ احمد على يعني انا بقرا القران الكريم في ايات كتير قوي ما بعرفش معناها وكده، يعني انا بقراه يعني تقرب من الله وكده وبحفظ ايات، بس في معاني كتير قوي الايات الكريم الايات الكريمه ما اعرفهاش، يعني اقراها كده وخلاص اللي هو ايه، فهل ربنا هيقبل مني كده ان انا مش عارفه معاني الايات، ولا لازم اعرف كل ايه بقراها؟ تمام، حاضر حاضر، شكرا جزيلا وربنا يحفظك ويسعدك يا حاجه اسراء. اتفضل يا مولانا. نجاوب على السؤال ولا نكمل كلامنا؟ لا نجاوب على السؤال. طيب حاضر يا استاذه اسراء. النبي عليه الصلاة والسلام حين قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أيوة شوف اللي جايبة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، خلي بال حضرتك ده هو بيفك شفرة، تمام، ده هو مش يعني علامه كده خرج من خمسة ابتدائي ولا من رابعة، على قده كده مجهود كبير. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حيعطي هذا أجر، ده له أجران، أجر الإيه؟ أجر القراءة إنه بيقرأ، وأجر التعتعة إنه بيحاول. تمام. إذا كان الله سبحانه وتعالى يثيب هذا ويعطيه أجرا، فكيف بمن يقرأ ولكن لا يعرف معنى كلمة؟ لها الأجر. صحيح. طبعا لها. صحيح. الأجر، فهمت المعنى أو لم تفهم. النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، ما قالش يشترط الحسنة على اللي قرأ وفاهم، لا. صحيح. قال من قرأ. صحيح. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. جميل. وميم حرف. ربنا يكرمك يا مولانا، الشرح مبسط وعجبني جدا جدا، ربنا يكرمك.